هاي معاكم شيخات ميك اب ارتست. انعرفت انا باللوكات الجريئه سواء من الاي لاينر سواء من الالوان سواء من الفاينل لوك كله. اليوم راح اسوي لكم شيء شوي ديسنت بس لازم احط ماي تاتشز اللي هي الاشياء شوي المينونه مثل ما اقول لكم دائما. راح ابلش بالتوتوريال، هو سهره بس شوي مو معتادين عليه بس راح تحبونه اكيد. أهم تبس عندكم لما تيون تستخدمون الكروم لازم تديرون بالكم إن تبطلونه لما تستخدمونه، ولا لا تحاولون تجيبون هوا صوبة أو تنفسون يمه لأن راح يبهدل الدنيا. تستخدمونه ببرش تكون بلاستيك إذا تبون تستخدمون برش، أو تقدرون بطرف البرش إنكم تأخذون وتحطون وغلو، أو يعني هذا مال رموش تقدرون تحطون مال رموش أو الجلتر غلو. ولما تيون عند العين حطوا أي لون تقريبا مقارب حق لون الكروم as a base تحت الشادو.